مرضى السرطان ومستشفيات أخرى بالمنطقة الشرقية والوحدة الطبية المتنقلة، بما ينعكس إيجاباً على الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والزراعية، وأيضاً تبادل الخبرات. إن حكومة أبوظبي تتطلع إلى تحقيق المزيد من تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء به إلى تجربة المرضى واستقطاب أصحاب إنفاق الصحي ونظام متكامل. أبوظبي الذي سيفتح للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة إليه الأبحاث الطبية في أعرق الجامعات ومراكز الأبحاث الطبية، مستخدمين أحدث وسائل العلاج التكنولوجية. عاهل المملكة المغربية الشقيقة، أصحاب السمو الشيوخ الكرام، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم. لإمارة أبوظبي، وقد جسد هذا الدعم اهتمام القيادة التي تضع نصب عيونها. لا يسعني إلا أن أقدم لكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة. شكرا لمعالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة المبادلة للتنمية. نفخر ونعتز بأن يأتي احتفالنا اليوم أن أدعو الدكتور توبي كاسغروف، الرئيس والمدير التنفيذي لكليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة الأمريكية، ليلقي كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. His Majesty King Mohammed VI of Morocco and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome. It's an honor to stand here today in a new era of healthcare for Abu Dhabi and the UAE. Cleveland Clinic is the product of a shared vision.